السؤال التقليدي، اعمل فلوس من الانترنت ازاي؟ ازاي ابتدي بيزنس اونلاين؟ وازاي احقق الحريه النفسيه ان اقدر اسيب شغلي، الوظيفه اللي انا شغال فيها، بسوق عربيتي كل يوم ساعتين ثلاثه في الزحمه وباخد مرتب انا ممكن حقيقي اعمله في يوم لو انا عندي المعلومات الكافيه. طيب هل هو البيزنس اونلاين ده حاجه فعلا موجوده؟ هل هي حقيقيه فعلا؟ ولو هي حقيقيه، ايه اللي بيخلي الناس تنجح والناس ما تنجحش؟ هل مثلا المعلومات اللي بينجح في المجال ده، هل هو مثلا عنده حاجه خارقه في ذهنه؟ هل هو عبقري مثلا والناس التانيه لا خالص؟ الموضوع ما هوش صعب. قبل ما اتكلم ايه الفرق بين اللي بينجح في الاونلاين بيزنس واللي ما بينجحش، الناس ما تعرفش يعني ايه اونلاين بيزنس. هو اي بيزنس بتعمله اونلاين وبيجي لك فلوس بيمنت وانت شغال مع النت، ممكن تبقى قاعد بتشتغل وانت على السرير وانت على الكنبه وانت فيكيشن وانت بتتعشى وانت نايم بتعمل فلوس، هي دي فكرته. طبعا يا جماعه انا كنت الاول من 7 سنين تقريبا كنت متخيل ان الموضوع ده خرافي او خزعبلي، يعني ايه اقعد في البيت اعمل فلوس؟ فاكر ده يعني حاجه صعبه جدا يعني، او مش هعرف اعملها، او شفت الموضوع مش صعب خالص خالص. هو انفكت مش حاجه صعبه يعني، هو اي حاجه ممكن تحققها لو انت عايز يعني، لو عندك العزيمه هتحققها ايا كانت، بس البيزنس ده بالتحديد مش صعب خالص. كل مشكلته الوحيده بس ان المعلومات اللي على اليوتيوب كتير جدا جدا ومتشابكه، ومعظمها بيبقى حاجات مغلوطه. فمعظم اللي بيحاول يدخل في البيزنس ده بيبني علمه او بيبني شغله على معلومات فري من الانترنت، من اليوتيوب، من حاجات كده. وانا واحد من الناس دي، ودي غلطتي انا، او مش هقول غلطه، احنا ما بنغلطش، احنا بنتعلم يعني. فانا اول بدايه البيزنس ده خالص قررت ان انا هاخد حاجات فري من على اليوتيوب اتعلم بقى. سواء كنت وقتها كنت بادئ لسه بتعلم دروب شيبينج، وقعدت اخد حاجات فري كتير جدا وفيديوهات من هنا ومن هنا ومن هنا وما اعرفش ايه، ولقيت في النهايه ما بكسبش فلوس. اللي اكتشفته ان الحاجات على اليوتيوب دي معظمها، او الكورسات اللي على اليوتيوب اللي مش هقول كورسات يعني، الفيديوهات على اليوتيوب العاديه اللي هي الفري دي يعني، حاجات كلها سطحيه من على الوش، ما بيشرحش بيشرح بس دايما في حاجه هيدن في الاخر، في حاجه كده هو مخبيها عشان هدف تاني، ممكن يكون مثلا تشتري حاجه معاه وات ايفر، لكن هو ما هياش معلومه كامله. فقعدت سنتين بشتغل في الدروب شيبينج من حاجات فري من على الانترنت، وشويه برضو ديجيتال ماركتنج، ما وصلتش لحاجه، واخسر فلوس الاول. بس قبل ما اتكلم على القصه دي، انا اسمي وليد، انا مصري عايش في كندا، وبادئ في الاونلاين بيزنس تقريبا من 7 سنين، منهم سنتين ما كنتش بكسب فلوس. انا كنت شغال موظف عادي في شركه في اي تي في كندا، باخد $21 في الساعه، مرتبي عادي جدا. بس كان عندي الحلم ان انا كنت عايز، نفسي يبقى عندي الفاينانشال فريدم، او ان انا مش عايز اشتغل عند حد، عايز ابقى عندي البيزنس بتاعي وفموم البيت، مش عايز اروح اشتغل في شركه، ولا حتى عايز افتح شركه يعني مقر بشكل شركه معروف يعني، عايز حاجه اونلاين عشان ابقى حر، اشتغل بقى من البيت، اشتغل قاعد على الكنبه، اشتغل اي مكان انا عايزه يعني. فالسنتين دول خسرت فلوس كتير جدا، لاني ما كنتش عندي النولج الكافيه، او بمعنى اصح استسهلت ورحت حاجات فري من على الانترنت، لحد ما فعلا ما في دخلت كورس معين، كان كورس كان اللي بيقوله واحد امريكي، كان قوي جدا، كورس كان يعني بجد كان معلومات فيها مفيده جدا، وفادني جدا الكورس ده جدا. طبعا انا بعد ما خلصته طبقت اللي هو بيقوله، وابتديت بقى انا ازود ماي اون ريسيبي والحاجات اللي انا اكتسبتها خبره من الفتره اللي فاتت، لحد ما الحمد لله الموضوع معايا ابتدى يمشي كويس جدا. ابتديت ان انا اعمل فلوس في اليوم اللي ما اعملهاش في سنه في شغلي القديم. مش بس كمان فلوس، دي حاجه تانية مهمه جدا لاحظتها. انا كنت دايما، ويمكن كلنا نفس الكلام، اي حد يمكن يسمع كده هيقول لك انا كمان كده. احنا في مصر مثلا، انا كنت عايش في مصر، وحتى وهنا في مصر ايام الاسبوع الشغل يعني من يوم الاحد ليوم الخميس، والجمعه سبت اجازه. هنا من يوم الاثنين ليوم الجمعه وسبت وحد اجازه. ففي مصر كنت دايما بكره حاجه اسمها السبت بالليل. ليه؟ لا عشان ايام الصبح اروح شغلي، فطبعا حاجه كانت صعبه جدا. يا دي البتاع بقى، اقوم الصبح اركب عربيتي واسوق واعمل والزحمه نفس الكلام هنا. كنت بكره جدا جدا يوم الاحد بالليل، عشان تاني يوم الاثنين الشغل الصبح. وتمشي حتى وانت سائق عربيه الصبح مثلا، سواء كان في مصر لحد او هنا الاثنين، تلاقي الناس على وشوشها كده وجوم، تحس الناس ماشيه اللي هو ايه، يا دي النيله، ايه القرف ده، شغلي مش عارف ايه بتاع، وبس الناس عايشه مستنيه الويك اند
يعني انت كل يعني الاسبوع كله انت مستني يوم الخميس بالليل ده بس، نفس الكلام مستني الجمعه. طب هو يا جماعه احنا عايشين الحياه دي باللوجيك كده، يعني احنا عايشين الحياه دي عشان نعيش يومين في الاسبوع وبقيه الاسبوع كله بنعمل حاجه ما بنحبهاش؟ اكيد دي مش حياه، واكيد احنا مش جايين عشان كده. طبعا انت شغال عنده في الشركه عنده ده مش طبعا ما بيعملش كده، ده راجل عنده فاينانشال فريدم، ده بيروح بيسافر وبيعمل ويعني ملك وقته يعني. فانا عايز كده، كنت انا عايز كده فعلا، وده اللي وصلت له. مش بس فاينانشال فريدم كمان، مش بس بقيت حر ماديا، لا ومعنويا. انا حتى بقيت يعني بقيت بحب ايام الشغل اللي هي الويك دايز اكتر من الويك اند، ده حقيقي فعلا، لان بحب اللي بعمله. انا عندي مكتب في البيزمنت بشتغل وقت انا عايز اشتغل، لو النهارده ما عنديش مزاج مش هشتغل، لان اوريدي انا عندي حاجات بيزنس بتجيب فلوس اونلاين لوحدها من غير ما بتدخل، يعني بعمل فلوس وانا نايم خلاص، هي بس محتاج سيت اب في الاول والتكنيكس وخلاص، كل حاجه تمشي لوحدها. ممكن تفولو اب مع هنا ايميلات، ما انت في النهايه انت بنيت الاستراكشر او الاساسيات وكل حاجه ماشيه لوحدها. فبقيت فعلا يعني بالنسبه لي الويك اند ده ممل، عايز اشتغل لان بحب اللي بعمله. ففي يا جماعه في جوي وفي متعه اكتر من كده، انت تبقى شغال حاجه بتحبها. واظن مفيش حد ممكن ما يحبش ان هو يشتغل في حاجه بيجيب له فلوس وهو نايم، يعني ما اظنش. وخصوصا ان مجالات الاونلاين بيزنس متنوعه، فانت ممكن تعمل حاجه انت بتحبها اونلاين. مش شرط، هنتكلم بعد كده بقى في الاي كوميرس، دروب شيبينج، امازون اف اي، ديجيتال ماركتنج، افيليت، بس في حاجه تانيه كتير ممكن تجيب لك فلوس كتير جدا اونلاين وحاجه انت بتحبها، وده هنتكلم بيه بقى في الاجزاء اللي بعد كده. فانا قررت مثلا اعتقد بالظبط يعني من 3 سنين ان انا هعمل كوتشنج، بس كان بالانجلش بس في نورث امريكا، وما كانش في دماغي موضوع مصر خالص. وبقى عندي يعني ناس كتير جدا اشتركوا معايا وعلمتهم كتير حاجات كتير في الاي كوميرس دروب شيب، وناس كتير بقى عندهم خلاص يعني بقى عندهم فاينانشال فريدم فعلا يعني. لحد بالظبط في شهر بقى اللي فات، وكان بالتحديد في يوم عيد ميلادي، فكرت ان انا عايز اعمل ده. طب ليه ما عملتش ده في مصر؟ يعني الناس في مصر محتاجه ده، بالعكس ده ممكن الموضوع ناس كمان يعني يبقى حاجه جديده في مصر ناس ما تعرفهاش، ويبقى مصدر دخل ليهم يخليهم يسيبوا شغلهم ويعيشوا حياه كويسه يعني هم فعلا يستحقوها. عملت ده فعلا، بدات بالاي كوميرس، وبعد كده اشتغلت على ديجيتال ماركتنج امازون. دلوقتي انا عندي اكتر من 1400 ستودنت، 1400 واحد اشتركوا معايا وكلهم ناجحين جدا. فهدفي ان انا عايز اوصل الرساله ان انت عشان تنجح او عشان تعمل فاينانشال فريدم وتحقق بيزنس ناجح اونلاين، الموضوع ما هوش محتاج لوغاريتمات ولا هو حاجه صعبه خالص. كل موضوع تاخد الرايت نوليدج او المعلومه الصحيحه من شخص مجربها. يعني حتى انا لما بشرح اي كورس من الكورسات اللي عندي، سواء كان اي كوميرس امازون ايا كان اللي بشرحه، لا بشرح ببي دي افس ولا بشرح بسلايدز ولا كلام، كله عملي. يعني الليسنز بتاعتي كلها فيديوز عملي شارح فيها اللي بطبقه انا في شغلي كل يوم، اللي انت هتطبق ورايا بالظبط. ما بقولش كلام نظري، ما بقولش كلام. يعني فاكر مثلا من الحاجات ان انا كنت في كليه التجاره، فكان الدكتور بتاعي كان دكتور اقتصاد مشهور قوي وبيشرح نظريات اقتصاد فظيعه، يعني حاجات يعني عالميه. وبعدين مره كنت نزلت لقيته في الجراج راكب عربيه قديمه جدا، فانا تخيلت لنفسي قلت واحد بيدرس اقتصاد بالعبقريه دي وراكب العربيه دي، طب ما تطبقها على نفسك. يعني انت ازاي عندك المعلومات دي كلها ومش عارف تطبقها على نفسك كخبير اقتصاد انك تبقى عندك الفاينانشال فريدم؟ شفت الموضوع مش كده خالص. في ناس بيبقى عندهم يعني كلام نظري كتير جدا وبيشرحوا نظري جدا، ما يطبق ما يعرفش يطبق. زي مثلا تلاقي مثلا واحد مثلا بيدرس مثلا قانون وهو مش محامي شاطر، وكل عبقري في التدريس بس هو مش عارف كمحامي مش عارف، او محاسب وهكذا. اللي موجود دلوقتي في العالم اختلف، الناس دلوقتي عايزه تاخد النوليدج من حد اللي مطبقها واوريدي ناجح فيها، مش مجرد كلام نظري، مش معاهد وكورسات ومعاهد في مش عارف اسم معهد فلاني خالص. فانا قررت ان هعمل حاجه اسمها CVA اكاديمي، كانديان فيرتشوال اكاديمي. والاكاديميه دي هيبقى فيها كل الكورسات او كل النوليدج اللي اي حد محتاجه عشان ينجح في الاونلاين بيزنس. وتاني ما بشرحش حاجات كلها نظري، كل اللي بشرحه كله حاجات من شغلي اللي بعمله كل يوم. بلس طبعا ان كل كورس من اللي عندي
ليهم فيسبوك جروب لوحديهم، وبنعمل زوم ميتنج كل اسبوع، وده يعني انا بسميه لايف تايم، يعني الكورس اللي بيشترك معايا في الكورس لايف تايم مدى حياته، بياخد يوزر نيم وباسورد على السايت ده، وبياخد اكسس على اي كورس من الكورسات دي كلها، ويبقى بتاعه مدى الحياه. وبفضل اضيف ابديتس، يعني انا حتى الان بضيف ابديتس على كل كورس من الحاجات دي، لو في حاجه دي نزلت بضيفها. بلس انا بعمل كل اسبوع زوم ميتنج، فلو حد اي حد عنده سؤال، اي حد عنده اي استفسار برد عليه طبعا. فاحنا شبه كوميونتي، يعني احنا كلنا مع بعض ال 1400 دول كلنا عندنا في نفس في 4-5 فيسبوك جروبس، كلهم عارفين بعض، الموضوع بقى اكتر كوميونتي. فتاني اللاين بيزنس موضوع ممكن فعلا يغير حياتك، مش هقول ان هو موضوع سهل جدا ان انت تعمله انت نايم على السرير، لا هو محتاج شغل في الاول، ومحتاج تشتغل على نفسك، ومحتاج اهم حاجه انك تقول انا مش داخل اجرب. يعني وانت داخل البيزنس ده ما تقولش انا داخل اجرب ما اشوف يمكن انجح ويمكن لا، اللي بيعمل كده ما بينجحش. التجربه في حد ذاتها بتحط عقلك ان انا ممكن في احتمال للفشل، فمع اي حاجه عقبه هتقابلك ده انا كده مش بتاعي، ده انا اي جيف اب، وده هيبقى معاك في اي حاجه تعملها في حياتك على فكره. لكن لو غيرت الكونسبت ده وقلت انا داخل انجح، انا ما عنديش اوبشن تاني، هو ده مجالي، وزي ما نجح زي ما وليد نجح، وزي ما احمد نجح، وزي ما علي نجح، واسماء نجحت، وحسنين، انا هنجح، مش احسن مني في حاجه، محتاج بس ايفورت شويه، اشتغل على نفسي شويه اكتر، وهكذا. وحاجه تانية انا عاملها برضو، ان انا في كل كورس من اللي عندي شرح اكتر من 5-6 ليسنز بتكلم فيهم ان ازاي تغير المايند سيت بتاعتك، ازاي تعمل مديتيشن، ازاي تجذب الاشياء ليك، الاشياء البوزيتيف، ازاي يبقى عندك سوليد مايند سيت، ازاي تنجح من جواك. لان ممكن يكون حد، لو تخيلوا مثلا لو في حد مثلا كل يوم بيصحى من النوم الصبح قرفان كل يوم ومتضايق ومتعصب، ده ممكن ده شخص ممكن يجذب النجاح ليه؟ اكيد لا، بيسموها لايكس اتراكتس لايكس. زي الشخص مثلا اللي هو شايف نفسه ان هو مش محظوظ مثلا، هتلاقيه فعلا مش محظوظ لان هو حاطط في نفسه كده، فبيجذب الحاجات دي ليه. هو الموضوع كده يا جماعه، النجاح، فانا موفر ده الاثنين، المعلومات العمليه الحقيقيه والسايكولوجي بقى، انك ازاي تغير المايند سيت. اوكي، بس في نهايه الفيديو تحت في الديسكربشن هتلاقي في لينك للفيسبوك بيج بتاعتي، ممكن تشات مع اي حد من اعضاء الجروب، وفي برضو رقم تليفون في مصر للتيم بتاعي موجودين، ممكن تكلمهم او تبعت لهم مسج او تشات مع الفيسبوك جروب معايا في اي وقت. واتمنى ان شاء الله اشوفكم كلكم، وستي بوزيتيف، واي حاجه انت عايز تعملها ممكن تعملها بس لما تحلم وتبقى متاكد انك ممكن تحقق حلمك. اشوفكم ان شاء الله في الكورس باذن الله.